بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرؤية الاشارية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الضحك او رؤية الابتسامة. هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة بيه، وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. اولا، لما يشوف الشخص انه بيضحك بصوت مرتفع، رؤية الضحك بصوت مرتفع من الرموز اللي بتدل على فرحة، وعلى فرحة هيعلمها الناس، زي مثلا قدوم مولود أو زواج أو تخرج أو عمل جديد أو وظيفة أو ترقية. كمان لما يشوف الشخص برضو إنه بيضحك ضحكة صامدة أو ضحكة شوية مكتومة، فمن الرموز اللي بتدل على فرحة أو على فرج قريب. الضحك الشديد قوي من الرموز اللي احيانا بتدل على الحزن او على الهم. كمان لما يشوف الشخص المهموم انه بيضحك، فبيكون بشارة ليه بالفرج. الشخص الفقير برضو لما يشوف انه هو بيضحك ضحك عادي، فده بشارة برضو بالرزق. الشخص الغني لما يشوف انه بيضحك، فدي ساعة في رزقه وكمان في ماله وفي ولده. كمان الشخص السكين او الشخص المأسور لما يشوف انه بيضحك، فبشارة ليه بالفرج وخروجه من السجن. كمان الشخص لو في كرب، فبشارة برضو بفك كربه. الضحك للشخص المريض بشارة بالشفاء وبتحسن في صحته. كمان من الرموز برضو لما يشوف الشخص انه بيضحك، ولكن بيضحك اثناء الصلاة، لما يشوف انه هو في صلاة وبيضحك في الصلاة او بيضحك في مسجد او بيضحك في اماكن للعبادة، كل دي من الرموز اللي بتدل على الاستهتار، على الضلالة، على الفسق، على امر هو هيعمله وهيندم عليه في الاخر. الضحك بصوت مرتفع من الروح اللي بتدل على فرحة وعلى مناسبات سعيدة. كمان لما يشوف انه بيضحك بصوت مرتفع ومش قادر يوقف ضحك، رؤية انه بيضحك ومش قادر يوقف ضحك بيكون العكس، بيكون مشكلة او بيكون هم كبير هو هيمر بيه وهيكون صعب انه يخرج منه. كمان الضحك بدون سبب، الضحك بصوت عالي وبدون سبب، أحيانا بيدل على أن الرأي بيتعامل بالسوء مع الآخرين. كمان الضحك بصوت عالي مع شخص في بينهم خلافات، فأحيانا بيدل على العداوة اللي ما بينهم. الضحك مع شخص كمان أحيانا بيدل على اتفاق هيبقى ما بينهم، سواء نسب او شراكة، وهتكون نسب او شراكة ناجحة. كمان رؤية الحاكم او الملك، لما يشوف الشخص انه بيضحك مع حاكم او ملك او شخص ليه يعني سلطة، فمن الرؤية اللي بتدل على التقرب من اشخاص ليهم سلطة، وهيكون ما بينهم مصلحة مشتركة. الضحك مع شخص احنا متخصمين معاه، او شخص في بيننا وبينه خصومة، فاحيانا بيدل على نية في الصلح او نية في اصلاح العلاقة دي. كمان الضحك مع اشخاص احنا في بيننا عداوة او في بيننا خصومة كبيرة، فمن الرموز اللي بتدل على الصلح القريب. لكن ضحك شماتة في الشخص ده، فأحيانا بيدل على ضرر ممكن يسبب له اللي هيجي بسبب العدو ده. الضحك مع الأقارب أو مع الأصدقاء بشارة بمناسبات مفرحة هتجمع الأصدقاء أو الأقارب دول. كمان الضحك بصوت عالي مع الأقارب برضو من الرؤى اللي بتدل برضو على فرحة وسعادة. أما الضحك بصوت منخفض، فده بشارة بتغيير الأوضاع للأفضل وللأحسن.
تحكي مع الأقارب بشكل يعني بصوت عالي وتحكي فيه استهزاء شوية، فأحيانا بيدل على سوء العلاقة ما بين الرأي وما بين الأصدقاء أو الأقارب دول. كمان الميت وهو بيضحك، رؤية الميت وهو جاي بيضحك، فدي من الرؤى اللي بتدل على ان الشخص ده في مكانة مرموقة. الفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتضحك في المنام فده فرج يمكن بعد شدة. كمان لما تشوف ان هي بتضحك مع الحبيب او مع شخص هي بتتمنى الزواج او الارتباط بيه، فمن الرؤى اللي بتدل على ارتباطهم يمكن بعد طول انتظار او بعد تعب منهم. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي بتضحك فبيكون بشارة ليها بالحمل القريب، اما تحكيها بصوت عالي بصوت مرتفع فمن الرؤى اللي بتكون العكس، بتكون حزن او بتكون هم. اما تحكي بصوت منخفض بصوت عادي فبشارة باستقرار وحل للمشاكل. لو كانت مريضة وشافت ان هي بتبتسم او ان هي بتضحك فبيكون بشارة بشفائها. المرأة الحامل كمان لما تشوف نفسها ان هي بتضحك فدي ولادة ميسرة وولادة سهلة، اما ان هي بتضحك بصوت عالي او بصوت مرتفع فللأسف بيدل على سوء احوالها وعلى ندمها الشديد على امر هي عملته. البكاء من كتر الضحك للأسف للمرأة الحامل بيكون سيء جداً، فبيكون امر هيحصل للجنين فعليها ان هي تحذر. كمان المرأة المطلقة لما تشوف نفسها ان هي بتضحك فبيكون بشارة بانتهاء قربة او انتهاء فترة كانت فيها حزن. كمان لما تشوف انها بتضحك بصوت واطي فبشارة ليها بارتباطها بشخص هيكون سبب في اسعادها. التحكي مع الطليق او مع الزوج السابق احيانا بيدل على رغبة في العودة للشخص ده. التحكي قدام الناس للمرأة المطلقة فده تيسير في امورها وكمان تغير في احوالها. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الضحك. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.